شبك فؤاد؟ ليش هيك زدت المفاتيح؟ فؤاد حبيبي شبك؟ شو بوشك؟ معقولة؟ أطهر مخلوقة على وش الأرض تطلع أحقر مخلوقة؟ معناتها الدنيا مليانة ناس نجسين ونحن مفكرينهم طاهرين. عم تقصدني إلي؟ لا، عم بقصد خطيبة ابن عمي. هي اللي معها السرطان؟ ما طلع معها سرطان، طلع معها الإيدز. شو؟ هيك قال ابن عمي. وجن الدنيا خربت يا ابتهاج، ما عاد فيها أمان، وأنا ما بدي أخرب معها، بدي لحق حالي. ولك أنت، ولك أنت شو عم بتخبص؟ كنت خبصت كثير، بس هلا أنا تبت لله وما عم بدي أعمل معاصي. سيارتك تحت وهي مفاتيحها، وإمتى ما بدك بفرغ لك إياها. لتكون أنت اللي جنيت مو ابن عمك. يا ريت تنسي كل شيء بيناتنا، انسي واحد اسمه فؤاد الأزهري. وشكرا، شكرا على كل شيء قدمتي لي إياه. عن جد من قلبي، أنا اليوم خلقت من جديد. فؤاد، نصيحة خديها من واحد قد ولادك، امشي على الصراط المستقيم ولاقي لك واحد تتزوجيه وتنستري معه. ديري بالك، انت لازم تبلشي تفكري بالتوبة ولحقي حالك. ولك فؤاد؟ فؤاد الله نور بصيرته، ما عاد ينعمها من أول وجديد. استري ما شفتي مني. فؤاد صحيح، نسيت لك، اوعك اوعك تفكري تجي لعني على البيت او تحرجيني. فؤاد تبع امبارح وفؤاد اليوم انت حتكوني خسرانه.